ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سافر المتابعين الأعزاء من كل بقاع الدنيا من كل مكان. يا مرحبا من الشرق إلى الغرب إلى المحيط. الحلقة الماضية بدينا نطلع من ديون، قبل حلقتين يعني بديت نستوعب الألعاب، بدينا نسوي أجزاء جديدة، بدينا نسوي وايد شغلات. الحين نحن الهدف نطلع من اللي نحن فيه الى كابتن ماجد 2، لا مش اللي فيه كابتن ماجد 2، لكن نطلع من اللي نحن فيه الى شيء اقوى، الى شيء افضل، الى شيء اعلى. طبعا هذا محرك مرة فرش جديد، والالعاب الحين استوى جدا مكلفة اني اصنع انا لعبة بالطريقة هاي اللي انا قاعد اسويها، جدا 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 مكلف. وما بانزل سعر اللعبة لان الاستراتيجية اللي انا تابعنها والله اشوف انها ناجحة، بصراحة اشوفها ناجحة. يعني مثلا يستاهل اني اضرب خرط، بس مشكلتي وين؟ مشكلتي ما قاعد اسدد القروض صراحة. المشكلة الكبرى اني انا انسان ما قاعد اسدد اي قرض علي. فالمشكلة لو قاعد اسدد قروضي وهذا عندي مشكلة عادي، بس ما قاعد للأسف للأسف، لكن بحاول اني الحين ابدأ اسوي العاب ناجحة من قيمة الالعاب، لان انا كنت اطور فيهن في الموظفين هاي. حلو، فالحين بسوي كم جزء مثلا هاللعبة اذا دخلت عليه 4-5 مليون الحين، يعني حكبت ماجد بتشوف كم دخلت عليه. ما عادة انا عندي رننج كوست اللي هو ليش الحين ما عندي فلوس، ما عندي اي فلوس. اذا الحين انا ما بعت لي محرك انا راح اعتبره افلاس. اذا استوى افلاس كابتن ماجد ما دخلت عليه كم دخلت ارباح؟ بس 3 مليون وشوي. ما اقدر اقترض، افلست اللعبة على طول. شوف الحين انا راح اعلن افلاس اللعبة، اوكي اغلق اللعبة. هل تريق حقا ان تخرج؟ هي نعم، راح نطلع. اوكي بسوي لكم شيء جديد، الفيديو جدا قصير. اسم اللاعب خليل فانس، خليل كي اف اس، خليل فانس سيزنز. حلو، سوري اسم اللاعب خليل، زين اسم الشركة كي اف اس خليل فانس سيزن، يعني مو اسمهم معجبين خليل. شفتوا كيف اني يعني معجبين وفانس وهذا، شو رايكم فيني وانا فشوشوشته؟ انفع فشوشوشته؟ والله شيء رقم واحد. ببدأ شركة جديدة، اوكي نحن افلسنا، جربنا اللعبة، خلصنا. هو هذا شكله شيء عجيب، اختر جنسك ذكر. خلينا نبدل العاب كوره، تبون مملكه متحده شخص المملكه مع الكوره. زين فرنسا نحن اكثر شيء نلعب. شو كيف استوى ميوت؟ انا ساعة قاعد اتكلم وقاعد اشرح. اخس اوكي ما علي، تحملوني. ايه بنصير مع اليابانيين لانهم اذكياء، انا كنت جالس اشرح عن ذكاء اليابانيين. والله ما اعرف شو اسوي، ما بفتح كل الميزات هذا، ما اعرف شو. لحظة، شو السالفة؟ شو السالفة؟ ما
فكنا نقول ان اليابانيين اذكياء. ما ان اليابانيين اذكياء ان لازم نروح مع اليابانيين صح؟ فلا بد ان نحن الحين المشكله انا عندي مشكله في المنيو الحين ابغى افتح شوي شغلات مش عارف وين شو ولا شو وين. خلنا نسوي على هاي الصح اللي ما تشوفونه اوكي بدك صح. اذا الشركه شكلها زين بنروح تصميم اللعبه برمجه بنعطيه من كل حبه حبه وبندق. لحظه ابا انتوا تحبون الكوره بنحط شيء مختص بالكوره. وين اختصاص الكوره؟ الله 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 ايه ده كلام مش كويس. شو رايكم نسوي؟ والله هو الاجسام اظني احسن شيء كان لانه هو شيء من البدايه نقدر نحطيه. نحطي شيء عادي بنبدا من الألفين نحطي طبيعي نفس اخر مره. شوف بنبدا الشركه انا ما اعرف الحين انا شو سويت الصحوح اللي تحت حطيتها مال شو اعطوني ليش بس 2 مليون مرتين نضغط زين. شوفوا الشركه الجديده هاي زين عندنا مكتب رئيسي عندنا تطوير عندنا تسويق عندنا انتاج عندنا غرفه تدريب عندنا دوره مياه اللي هو نبدا البدايه العاديه باقي الشغلات مقفوله لان انا خبرتي مع الالعاب انها خلاص بعد فتره معينه. ها شو ثلاث نجوم السالفه مش مكتوب ملف الترجمه يطلع الروح ملف الترجمه يطلع الروح مش مكتوب. انا الحين احاول افهم شو مكتوب مش قادر احصل يعني ولا افهم شو مكتوب لان اللعبة مترجمة عربي لكن انتوا تبونها بالعربي فلاجل عيونكم نصبر عليها. انزين معناها تقسيمة الشركة بتكون تقسيمة بدائية يكون عندنا مكتب تطوير اللي هو من خبرتي 6 × 3 مساحة أكثر من ممتازة لأن بنحطي ما يعادل 3 مكاتب داخل وثلاث مكاتب بالنسبة للمكتب أنا أشوفه أكثر ممتاز. نبي مكتب رئيسي إنزين ونحطي له باب هني ونبي مكتب بحث الحين مسكر تسويق ما نبي هذا ما نبي كذا ما نبي غرفة خادم والسيرفر ما نبي حاليا غرفة تدريب ما نبي نبي دورة مياه حتى ما بنكبر دورة المياه بخليها ما منه فايدة ما كبرها عاد بنحطيها في الزاوية هني على المدخلية بدورة المياه هي هني بتكون في غرفة موظفين بنحط فيها الله يعزكم حمامين زين غرفة متنوعة تضيف كونسل دورات المياه نحط فيها خلهم يخلصون بسرعة يا جماعة ولا بنحط فيها 1 2 وبنحط لنا مغسلة حلوة مغسلة هاي وايد عودة على المكان حطي مغسلتين بنحطي مش شفة كان عندنا لازم نحطي صح مش شفة دراير حطي 2 هاي مغسلة بعد زيادة هني ممكن حد يبي يغسل ايده ما يبي الله يعزكم الحمام والمكاتب هني طبعا بنبدا ما بس ما انا ما بستثمر في شو ما بستثمر في 3 ما يقعدون هني لحظة نسوي هاي بالطريقة هاي نسوي لحظة ليش ما اروح محركة ايوه انزين نسوي هاي بالطريقة هاي بنحط مكتب بعد زيادة بالطريقة هاي يعني مكتبين مخالفين عرفتوا بس خلي هذا نعكسه لأنه بيدخل الباب هاي المعكوسات وهذا يقعد هني وممتاز خلي يقعدون عند بعض هالثنين اوكي لو رصة شوي بس تقسيمة المكتب احلى وايد وتصور اني اروم ازرع واحد من الغصب هني بعد اذا بغيت هي اروم احط واحد من الغصب بس انا اشوف العدد المناسب 3 يمكن عدد جدا مناسب الصراحة بالنسبة لمكتب نفس
هذا اول شيء بنسوي نطور محرك جديد نفس النسب ما بغير حيل المحرك مالي بيكون ما يستاهل او المحرك مالي بيكون يستاهل انا اسف نسوي محرك بو 35000 كان ماشي ويانا وايد حلو مع لا 25000 كان سوري 25000 على نسبة 20% والميزات طبعا تفعيل جميع الميزات 1.3 مليون جدا سيء جدا سيء بنستثمر في اللعبة بنحطي هذا ليش أبغى في باقي الألوان أصلا أنا أبغى هذا عملوان 16 بت زين رسومات معالجة نبغى مشاهد ما نبغى كل الميزات هاي نحن ما بنستعملها تريد موسيقى صوت موسيقى صوت ثلاث الأبعاد تسجيل حوار بتشوف كم بيطلع صبر نبغى اتساون نبغى تمرير هاي الرخاص كلها يعني تشوفون 800000 أنا أظني أنا أوكي طفنا 800000 صح مليون ما بيكفينا حق أول لعبة فخلنا ننزل أوكي هاي الأصل النفس هاي إنزين 600000 محرك جديد اللي هو كي اسم سويس كيف اس التحسين إلى شو عندنا الحين استراتيجية مثلا إنزين اللي هو 1.01 ونسوي صح ونوظف بس موظف تعيين موظف موظف موظفين خلهم يخلصون اللعبة بشكل سريع إنزين طبعا هذا الشيء بيفتح لنا شوي شغلات حلو نحن الحين نبغى الموظفين مالنا يشتغلون شوي بدون ما ضمير هنا بتكون غرفة الموظفين على فكرة هذا نفس مكتبنا الأول بس الترتيب راح يتغير لكن الشغل ما راح يتغير إنزين بس بنبدأ شوي من فوق باثنين مليون وبنبدأ للأعلى عرفتوا أنا الحين ممكن أبدأ أسوي لعبة أوريدي في الأساس مالي اللي أنا بادلنا بس ما بسوي على طول لعبة بسوي محرك دايركت زين ونبغى البحث تسويق إنتاج مستودع غرفة الخادم غرفة موظفين نبغى غرفة موظفين غرفة الموظفين هنا ما نبغى غرفة عملاقة خلنا نستفيد من المساحات اللي عندنا ممكن نسوي غرفة موظفين ثانية ما غير ما لحظة ما غير ما أخسر ميزانية بلاوي يعني هذا الغنفة هاي ما تقعد هنا واو بوك الغنفات عودة ونجمتين زين تلفزيون ثلاجة متطورة حق يبون سامانهم من البيت عند الباب مرة نحط لهم أغراض متنوعة نحط لهم طبعا الزبالة الله يعزكم نحط لهم نبتة نحط لهم مروحة وطفاية حريق بجانب هذا أساس أن يحصل مكان يريحون فيه من البداية ما قاعد أعور راسي مع وايد شغلات تسويق أنا يمكن أبدأ التسويق بسرعة شوي لأن التسويق شفته وايد خدمني انزين هنا نقدر نسوي اونلاين جيمز اذا حطينا غرفه خادم اللي هو السيرفرات مالنا يمكن ابداهن يمكن ما ابداهن بشوف انا الصراحه بس ما ان عندنا مكتب رئيسي محتاجين نحن تعيين موظف اي شيء في المكتب الرئيسي هذا حط الموظف هذا لحظه سوري المكتب الرئيسي محتاج الى مكتب اتصور اوكي خلي هذا في المكتب الرئيسي تشوف شغله طبعا محتاجين شوي شغلات حق الموظفين يعني في النهايه هاي البشر الطبيعة البشرية ان الواحد يحتاج الى سامان عنده يحتاج يشوف وردة يحتاج يشوف كذا يحتاج يزين من نفسه مرات تحطي له كرسي تحطي له شيء يبى يسوي ملاحظات يبى يسوي وايد شغلات بشكل عام ان انت توفر قدر الراحة الموظفين يحتاجون برنتر هاي اللازم لان هذا واحد التعليقات ماله هذا بحطي له كرسي حق الزوار كرسي حق اللي قاعد عنده وكان الله غفورا رحيما الحين هذا
بيكون من الشغلات اللي راح نشتريها ونسويه عنده وخلى اسرع اللعبة. زين الشغلات اللي نسويه وهذا ونرتاح مع اللي يلعب اللعبة. فالحين هم الناس قامت اوريدي سنة 2000، نحن سنة 2000 راح يكون تكاليف عالية علينا وايد. انا اظني لو كنت حاط صح واخذ فلوس اكثر كان افضل حقنا، لكن مو مشكلة. انا ما اعرف شو دقيت صح، يعني تشوفون انت الترجمة، يعني قدامكم الترجمة كيف، ما ندعي انا اخبركم في السالفة صح ولا لا. قدام عينكم هذا اللي قاعد يستوي. كيف اس الحين قيد التطوير بعد ما يستوي؟ اظني هذا متى يفتح كان، اظني مثلا تحتاج موظفات على الاقل بعد ثانية، ما ادري ما اعرف. على الاغلب بحط الذكاء انا هذا وين يحتاج ناس زيادة بنسوي ناس زيادة، بس بنسوي كابتن ماجد على طول. كابتن ماجد يعني انت يا كابتن ماجد تعال. كابتن ماجد والله الحين كانت لعبة كان ممكن نشتري محرك ترى، شوفوا بس 46% 44% 38%، انا الوحيد حاط اقل شيء 20%، يعني هم وايد فلوس بيضربوا من فلوسي على شو؟ انا بسوي محرك خاص فيني ببيع اربح من اني انا هاي كابتن ماجد. اثنين بعتبرها كان هي شركة الأولية ترى. بنحط في محرك ايه لأن نحن أصلا بشكل عام يعني ما أعرف شو أقولكم. الرياضة رياضة لعبة مهارة في نفس الوقت، محرك كيف اس ون حتى رخيص، مو بالتراخيص عليك أن تختار عنوان. هذا العنوان موجود عنوان يا ود روبوتات. يلا كورة روبوتات حاليا انا اسف يعني، لكن هذا الموجود مو مشكلة. بنحطيه على بيرسونال كمبيوترز. واو 38% هاي شكله جيمنج بي سي والله، ما نقدر نشتري ولا شيء. لازم انتج لعبة اولية يعني ترى، ولا ما اعرف كيف اقول لكم. اذا ما انتجت لعبه ترى ما يفتح لي باقي الميزات في اللعبه، يعني لازم يكون عندنا لعبه عندنا اخطاء عندنا كذا عندنا 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 حسب نقدر نحط باقي المكاتب. اذا ما حطينا باقي المكاتب مصيبه المصايب. هذا نضيق يابانيين يحبون يلعب كابتن ماجد، عيب ما حط اليابانيين، هم مخترعين كابتن ماجد والله، هم مخترعين كابتن ماجد ترى، هم اللي سووا شيء اسمه كابتن ماجد. انزين نبا تطوير كونسل مراقبة الجودة أبا. أبا مراقبة الجودة زين، هذا ما بيفتح لنا الحين يعني بيكون على طول. اشرب كوفي ها، ما عندك وقت الخايف ايش صغير. خلنا نسوي دعاية حق كابتن ماجد عندك صح كمان تولوف يا حبيبي. زين خلنا نحط تسويق ولا دعم العملاء. انزين دعم العملاء بيكون مكتب شبه الحجم، لا دعم العملاء بيكون عندنا هني وما ينفع دعم عملاء وايد عود. فشو بسوي؟ ابغى دعم عملاء 1 2 3 1 2 3 ابغى اسوي دعم عملاء بالشكل هذا 1 2 3 4 هذا أبا دعم عملاء 1 2 3 أوكي أوكي. ما بحط دعم عملاء كبير خرافي، بحط دعم عملاء صغير. زين وإذا احتاج بحط واحد ثاني، بسوي حملتين في نفس الوقت نفس ما سوينا مع إنتاج البقال. أحس إن استراتيجية ناجحة الصراحة. زين اصدرت اللعبه الى اخره الى اخره الى اخره، هم اصدروا العاب اوكي. انا محتاج اسوي شغلات ثانيه، محتاج تسويق الحين. زين تسويق هي ما احتاج اكثر من مكتب واحد في التسويق والله. وشو بنسوي؟ دعم العملاء قلنا ما كان فيه، حطيناه لمكتب عادي
خلينا نحط له مكتب عود، دعم العملاء خليه يرتاح عشان انتاجيته عالية. ترى التسويق بعد مكتب، لا مش هذا، سوري، التسويق يعني نشل الباب، ما اقدر اشل الباب مكان. اوكي انزين، بوظف وحدة جديدة هني لان في عندي موظفين فاضيين فيهم يشتغلون عادي. انزين، حملة تسويق، ملصقات حق لا تملك المال الكافي. اوكي انا شوي استعجلت، شوي استعجلت. ما اعرف صراحة انا ضيعت. بطاقة توقيع، احس اني وهقت نفسي شوي انا، بس اتس اوكي لان انا عندي لعبة جاية على الاغلب انها لعبة وايد حلوة. زين، ف ابغى اسوي لها تسويق بس مش الحين، لان مشكلتي انا بس ما عندي مراقبة الجودة. اذا طلع علي الحين 50 خطأ سيدة بسوي مراقبة الجودة، مو مشكلة باخذ خط بسوي مراقبة الجودة، بنمشي اموره منو المكان. فبنمشي كانت المكان. يا جماعة ترى يوصل 50 خطأ أنا. مسوي في موظفين ها؟ زين، مراقبة الجودة. خلي الباب ذاك شوي مخشوش، ما عليه مشكلة. أنت لا تملك المال الكافي، سامحوني. أنا آسف، أدري إنكم تكرهون حركة، أنا عارف إنكم ما تدانون الحركة والله. بس بنحطي، ما في غرفة الجودة بروح صح. أوكي، مكاتب، مكتب إيكيا مكتوب، بنحط المكتب بالطريقة هاي، المكتب هذا بالطريقة هاي، حلو. بنحط في موظف واحد حاليا لأن اللعبة صغيرة. أوكي، بس في عندنا مكان حق موظفين، خلى إزالة أخطاء كابتن ماجد، هذا يوفر علينا وايد وقت ويوفر وايد فلوس على فكرة. طبعا احنا ما سوينا لعبة أساسا، نطالبهم بزيادة إنتاج وغيره. والتسويق، شاء حملة تسويق ألعاب، بنسوي على مجلات عالمية كابتن ماجد. نحن عندنا هو الاستراتيجية الواقعية للمشهور، مفروض ان اسويهم، تبون الصدق؟ اوكي، مفروض ان اسويهم. بس الحين نبغى مستودع مكتب رئيس المراقبة الجودة، التقاط الحركة، التسويق، الانتاج، غرفة التدريب. انا اتصور ان ما نحتاج حاليا هاي كلهم. زين، بس نبى ننظم الشغل بحيث ان الالعاب اللي تطلع الحين من الشركه الجديده تكون تفجير مره، خلاص ما في واحد اثنين تدمير. نبى السوق هذا نحن نكتسح اكتساح. اسمحوا لي بس اشرب مي. فهاي الخطه الحاليه، ندخل السوق، نجرهم تفجير. والله عندنا شوفوا 8000 معجب سبت الكشك اللي انا بدري، وصراحة نحن في سنة 2000، يعني سنة 2000 تحسين الرسومات. اوكي، بس المشكلة هذا الحين مفتح لي، لازم اسوي بحث. ان الحين حتى لو اسوي تحسين رسومات ترى ما عندنا ابحاث رسومات اتصور، فمن المكلف جدا ان نحن نسوي شيء نفس هذا. انا ما عندي موظف، ناقصني موظف. لحظة، خلني استديو الصوت، ما عندنا نحن امتدادات صوتية على اساس انه نحط الاستديوهات هاي، بس هالاستديوهات راح تكون موجودة. وكل استديو راح اسوي 3 في 4 حق مكتبين نفس الحين المكتب هذا، ولازم نزيد لهم غرفة موظفين وغيره. احاول استفيد من المساحة قدر الامكان، يعني يا جماعة نحن الحين قاعد نسوي دعاية قبل وقتها، نشل الاخطاء. شوف الحين 0 اخطاء، خلاص هو قاعد يعدل كل الاخطاء. يعني في نهاية اليوم هذا موظفين هنا
في حد يا مهني شوف ما شكله اوكي هذا المكتب يا ما عنده شغل إيه يقدر شو اسمه يروح يشتغل مكان ثاني. زين شراء محرك ما نبغى محرك قلنا نحن نبغى نبيع محرك على امل المحرك مالنا ينباع. تذكر لنا الحين اذا بدايتنا عدله كانت من البدايه ولعبه بدون اخطاء والمعجبين عندنا زادوا فوق خاصه نحن شغالين عليهم حملات الحين اوكي. منصه جديده الحين هاي حيدنا هاي شو اسمها نايتندو شيء اسمه نايتندو كيوب كانت. انزين شاء حمله تسويق العاب بنحطيه في مجله محليه ب 15000. عندنا ميزانيه محدوده على فكره اللعبه عوده ترى مش صغيره اللي قاعدين نسويها من البدايه نحن لعبه كبيره ترى لا تنسوا بدون شيء حاطين يعني اللعبه وايد. وحاليا تقريبا اللعبه مش بيرفكت لكن اذا اللعبه هاي الحين قدرت ادخل منها شيء لازم بشارك. اسف تكرهون الحركه بس بحطي براهن كلها على هذا. افكر الحلقه في بدايتها لو ما عجبتكم هالشركه بشطبها ببدا شركه جديده في الحلقه الجايه ترى عادي امور طيبه ما عندنا مشاكل ترى. صار عند المدير يسيق ارباب ارباب في مشكله زياده فلوس ما في هالنفر كله بنك 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 سوي انطر هنا يجي بنك هذا سوي بنك ترتيب بنك بعدين يجي مشكله هذا مشكله 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 اوكي حملة تسويقية بس انا ما نبي حملة تسويقية هو راح بيشتغل مكان ثاني اصلا اظن بيساعدون هذا المسكين اللي يشيل الاخطاء فدام انهم يساعدون بعض امور طيبة ما في مشاكل شوفوا يروحون يردون كل واحد يبدل مكاتب واكتساب خبرات من بعض فالامور تمشي والدنيا بخير وسهرات ان شاء الله. زين الحين شو نسوي؟ الحين نتريا اللعبة هاي بس شوفوا الانتظار هذا اللي انا كره يخليني اصرف فلوس ادق ادور شيء ثاني ابني شيء ثاني احطي اخر ما احب اتريا تحبون تتريون اكتبوا لي تحت في الكومنت بالله عليكم تحبون تتريون الموظفين يريدون المزيد من الخزانات خزانات خزائن. انزين صبر 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 خلنا نوفر لهم سبل الراحة بما اننا فاضيين. شو قلت لكم خزائن حبات طولية هاي زين نحطي له هذا خزنة زين هذا خزنة هذا نحطي له خزنة مش هني عادة نحطيها هني خلنا نحطي لهم خزنة هني عند الدراجة ما اعرف كيف يبطل الدرج ماله. زين يبون خزائن هني انا حاطين مخبول ما اعرف الخزائن عيبتني انا احس انها اوكي يعني بس شوفوا نحن ما لنا داعي نسوي باتش واللعبه تطيح وحالتها لله خلينا نسوي اخر حمله تسويقيه دام عندنا فلوس وايد مراهن على اللعبه هاي وايد 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 مراهن على اللعبه رهان مش طبيعي هذا على اللعبه ترى يعني اللي انا قاعد اسوي مخاطره صراحه من المخاطرات خطرة افضل رسومات. الحين بعد ما انتجنا اللعبة احنا مرت سنة وبعدنا ما انتجنا شيء الصراحة والله يعني وكله صرف في صرف في صرف حاليا اللي ذبحنا محرك ودخل علينا نص مليون. كم وصل القرض مالي؟ اوريدي 1 مليون واو انا جبت العيد والله يا عيال عيال انا تم اجيب العيد يا عيال المفروض يشيلون البنك عندي عشان العب عدل والله انا ما بلعب عدل دام في بنك ترى دائما نفس الحال ترى والله يحطوا لي بنك يغريني يا اضرب خرط 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 ايزي ماني يسمونه هذا فلوس سهله واحد تي خرط 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 لين يخلص وضعي صعب اذا السالفه بالطريقه هاي وضعي جدا صعب. يا عيال في الماينس يا عيال مرت سنتين وما انتجت اللعبة وانا ثلاثة يكفون ابى انتج ثلاث العاب مع الوقت يعني اللعبة اللي تنجح اسوي منها سلسلة الفريق اللي يشتغل على اللعبة يتم يشتغل عليها للابد
ويوم تطلع العاب جديده نقعد نسوي العاب جديده ونخلي الفريق مالها، فنشتغل بنهايه اليوم على مجموعه العاب، عرفتوا؟ ما بقى شيء، 8% اقول على اخر على شهر 6 من اللعبه 2002 بتخلصها. هاي الحين سنتين ونص احنا قاعدين نسوي لعبه، ترى مش شويه، وما بعنا لا محرك ما بعنا شيء، ما سوينا ولا شيء، بس ياسين معجبين معجبين معجبين. وهل المعجبين هاي راح يستانسون على اللعبه؟ هذا السؤال اللي دائما يطرح نفسه في المجال هذا، ودائما يكون بالطريقه نفسها. ان شاء الله انها راح تعجبهم اللعبه، ان شاء الله ان شاء الله تعجبهم تعجبهم باذن الله باذن الله. ما تم عليها شيء، خلينا نكمل فيلمنا. شو رايكم؟ كشك صغير والله مش قادر، وايد علي ديون الصراحه، وشيء لا يسر في العين، وما عندي حتى اسوي حمله حق المعجبين. بس اهم شيء الحين انا عندي اثنين قاعد يشتغلون ترى على البقات، يعني هاي مال التسويق سيده راحت هناك، بس هذا خقاق ما يشتغل مع احد ثاني، بس انهم كلهم قاعد يشتغلون. اهم شيء ما مستفيدين فعليا من كل الموظفين، بنقص على الموظفين، يعني باخذ فريق زياده الحين يوم بتنتج اللعبه ان شاء الله تنجح من غير ما اثر على الباقي. تقريبا احنا كملنا وين وصلنا، يعني تقريبا كنا واصلين كل شيء ترى. لحظه، كله ما في اخطاء. نعم، البحث عن ناشر لعبة رياضة، ليش ما لها ناشر؟ سؤال سؤال، يعني دائما دائما الرياضة تكون بنفس الطريقة، فخلنا نحط لعبة مهارة. زين، نفس العناوين هنا، يمكن نقول لعبة كلمة مثلا منطقة البحث اللعبة كسرة، ما يقدر تفعيل حماية النسخة للألعاب إن شاء الله، بس خلينا ننزل تحديث وحزن. شو ناقص اللعبة؟ عن 600 نبا هاي ونبا هاي، بس ما نبا غيرها الثنتين. انت لا تملك المال الكافي، ما عندي فلوس. لحظه، خليها تدخل شي فلوس اللعبه، ان شاء الله تشلم من ماينس. زين، ما دخلت اللعبه شي ترى، يعني رهاني احسه كان على شوي على الفاضي، فاذا بالطريقه هاي راح اتعب شوي، خاصة إذا الحين يا الرواتب راح يسوي عندي مشكلة ثانية. تطوير حزمة، نباهاي نباهاي قلنا صح. إنزين، خلي يسوي له حزمة جديدة. أنا أشوف الناقص على فكرة من بين الأربعة نفس الحلقة الماضية كيف كنت أطور اللعبة بنفس الطريقة، جالس أحاول أطور اللعبة ترى. بتشوف نزيد مبيعاته في السوق، شوف كيف نقدر نزيد مبيعاته في شو في السوق. ننزل حزمة جديدة، حزمة جديدة معنا، لأن إذا أنا بنتج مكاتب جديدة ولعبة جديدة راح أتعب شوي هنا. فالحين الاعتماد إن هذا على الأقل يدخل المليون اللي حصل عشان نقدر ننتج لعبة ثانية. الحين شو الدارج في السوق؟ بنسوي لعبة أركيد. زين، تطوير اللعبة أركيد ميمور يا جماعة، حجم بي 10 ميزات. كنا نقول نحن الأركيد شو حق منو يا جماعة؟ ذكروني، الأركيد كان حق المراهقين. زين، أظن هاي مراهقين. الأركيد كده يكون شو له؟ عفاريت، عند عفاريت بنسوي أشباح، شيء قريب من عفاريت. أركيد فرعها ما فرع حقه، إنجن مالنا، المحرك مالنا كيف اس على الكمبيوتر. أطور لعبتين على أساس أقدر أفتح غير. حماية النسخ، شراء حماية النسخ، الإصدار أول الثالث، هذا ب50,000، مبلغ منطقي أنا أشوفه. لا غلط، صراحة نسخ فعالية هاي 88، أظن كل لعبة عندها فعالية غير من اللعبة الثانية صح؟ ليش هاي ما نبغاها هني؟ نبغاها هني، نبغاها هني، نبغاها هاي هني، ونسوي نكس نكس نكس،
الحين 700,000 مو نبي ياباني انجليزي لغة عالم لغة عالمية. لحظة هاي نعطي جرافيكس فول لحظة 40% 2020 اوكي نكست. عن شو استعب استغني خلها هاي لانه ما عندنا حد يطور فيها اصلا ننقص من سعر اللعبة سعرا طيب 46,000 لا ما نبغى. دعم الوان ولا مشاهد؟ خلنا نشيل المشاهد لانه ما عندنا حد يطور فيها عرفتوا. خلنا نشيل قرض 500,000 فوق انه هو 500,000 مش اكثر. الموضوع انشاء حمل التسويق 3000 وان كان 8000 هذا زين زين. الموضوع ما في انه راح يخلص اللعبة اسرع وايد. شوفوا انت كيف اللعبة قاعد تمشي. لحظة خلنا اسوي حق هذا ازالة اخطاء زين. نحاول نجيب لعبة مشهورة في السوق ونسوي منها كابتن ماجد. نقصنا 2500 واحد تقريبا بس الحين هذا الموظف عندنا لكول سنتر شغلته يجيب ناس وشغلته يسوي التسويق وشغلته يرجع ناس بشكل جميل يعني. خلاص بيجيب لنا هو متابعين بيجيب لنا هو مشجعين بيجيب لنا ناس نحن يعني ولا معجبين سوري يشرب مي معجبين للعبة. نحتاج وايد شغلات تطوير موسيقى تطوير كذا. شوف خسرني 600,000 كابتن مال. يمكن خطوة اني اسوي لعبة انا كنت اعتقد انها ناجحة اكبر غلط. لان الحين شوفوا فوق على اليمين هني مكتوب الرياضة احمر والعفاريت والاركيد والاخضر وانا جبت العيد. حتى شوفوا فريق بحث ما مسوي لان عندي بحوثات وان شاء الله ينباع عندي محرك. انا اتمنى الحين عندي محرك ينباع قبل اللعبة هاي فان شاء الله تضبط الامور يعني ان شاء الله. الحين انا سويت هاي اللعبه يومين متتالي. انا قلت لكم في البدايه كان اسوي يوم هاي يوم سيتي سكاي لاين. انتم شو تبون اسوي هاي يومين بعدين فتره سيتي سكاي لاين ولا يوم هاي يوم هاي ولا شو انتم محتاجين تتوقعون ولا بالاحرى شو انتم تبون؟ لان هاي اللعبه الحين بسوي لعبه لعبتين ما بحاول ما ادخل في ديون بحاول ما ادخل في ديون اوكي. الحين 1.5 مليون هاي بحاول ما يزيدون على 2 مليون. لو أنا مثلا يقول لي 18 مليون بحاول ما اوصل بحاول اسوي العاب تجيب لي عشرات الملايين انا واللعبه تاخذ وقت حبتين ترى وعايل ترى هذا هالقسم وايد مفيد يوفر علي وايد وقت انا لاحظ بس احس اني وظفت وايد ناس. ولا شو رايكم انتم تعطوني في الكومنت تحت هل الناس اللي عندي زياده اكثر عن اللازم ولا زين انهم يريحون وانتاجيتهم عاليه؟ صرفت على مكاتبهم بزيادة، صرفت وايد على المحرك، مجموعة أخطاء أنا سويتها ومحرك ما قاعد أستعمل قوته. وايد أمور يعني فأنا مش عارف أنتم شو شعوركم في الموضوع؟ شو تشوفون أنتم؟ كشك صغير؟ خل ناخذ، والله محتاجين كشك ترى. لا 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 تزعلوا، والله لا تزعلوا، لا تزعلوا، قلت لكم ما بطلع فوق 2 مليون خلاص أوكي؟ إن شاء الله ما أطلع فوق 2 مليون. والله شوفوا 25,000 معجب. واللعبة الحين إن شاء الله تتم ترندنج الاركيد إن شاء الله تتم ترندنج إن شاء الله تتم طالع ضاربة لفوق. يوم ننتج اللعبة هاي يكون عندنا فريق ثاني ننتج لعبتين مع بعض ناجحات إن شاء الله بإذن الله. ما أعرف أنا قاعد أحاول أقدم من الأفضل على أساس إني قد بسوي اختصار بس يبدو إن اختصاري كان شوية فاشل بصراحة أتكلم الصراحة يعني. وانا ما احب احذف عنكم شيء. انا احب يوم العب اللعبه انتم تشوفون اللعبه كامله كيف تنلعب. شو ترى المشكله الحين انا بلعب لعبه بسوي مونتاج وبخلص خلنا اسوي شاحن حمله التسويق حقها مره واحده مجله محليا زين وبي باش الاخطاء. انتم يوم بتكون بتلعبون اللعبه ما بتشوفون نفس الاخطاء ما بتشوفون نفس السوالف. انتم بتعانون انكم توصلون بس بما اني انا اغلط وياكم ونلعب وياكم وانتم تدورون معي اتعلم منكم تتعلمون مني. فأنا ما طالع اصلا مصدر خارجي حق اي لعبه. انا ابدا اللعبه ما اعرف فيها ولا شيء واتعلمها وانا وياكم على القناه ترى فعلا حرفيا انا اسوي هالشيء اللي اسويه واحب هالشيء على فكره. انا احب اني اتعرف على اللعبه معاكم
انا ما احب ان اسير بروحي استكشف وهذا، لا لا احب استكشف معاكم. يعجبني مش يقول لا خليل في غلط، لا خليل ليش ما سويت كذي، لا ليش كذي، احس اني متواصل معاكم اكثر من اني ما اي اوكي بسوي. مع انه بالعكس في ناس جباره صراحه على اليوتيوب انتاجهم وايد حلو، بس يمكن احب اتبع الاسلوب، اسلوب الخطا والصح اللي هو التجريب وغيره وهاي الامور. واحد مش غلط اذا عنده متابع، المتابع ما لا يصححه، بالعكس مرات تصحيح المتابع للشخص وايد شيء مهم، وايد مهم في كواليتي حتى اللي انا قاعد اسوي. دائما اعدل الكواليتي على اللي انت تقولونه. كنت تقولون خليل صوت تعبان، احاول اعدل، بس اسمه تعبان كذا احاول اعدل، هذا تعبان احاول اعدل، خليل ما ادري شو خليل، بس فوايد حلو، وايد حلو انه واحد يكون عنده متابعين متابعينه باستمرار. لحظه فيها اخطاء؟ لا ما في اخطاء، فرق اللعبه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واحد بالأمية، واحد بالأمية يا رباه. أنا بوقف اللعبة هني، أشوفكم حلقة قادمة إن شاء الله على خير. اكتبوا لي تحت في الكومنت أنتم شو تبون، وكل اللي سوالفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.